دلوقتي هنتكلم مع المهندس شريف الشريف، مدير عام إدارة التنفيذ في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. هيحكي لنا أكتر عن حجم التنفيذ اللي تم بالفعل في النهر الأخضر. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. إحنا موجودين مع حضرتك داخل مشروع النهر الأخضر. مظبوط. كل شوية وإحنا بنتمشى بنشوف حاجات جديدة ومختلفة، تقنيات ذكية. لو تكلمنا عن حجم التنفيذ بشكل عام. هو زي ما حضرتك شايفة النهر الأخضر ده، المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي هي عبارة عن 688 فدان من أصل حوالي 1000 فدان. المساحة المتبقية دي إن شاء الله هتبقى فيها مشروعات استثمارية بإذن الله، وإحنا دلوقتي حاليا شغالين على التصميمات بتاعتها. لكن لو هنتكلم عن المشروع اللي احنا واقفين على أرض الواقع النهاردة، في 688 فدان دول يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نحققهم في وقت كويس جدا. استعملنا أحدث أسلوب إدارة المشروعات، نظم إدارة المشروعات، من الناس تبقى فاهمة المشروع عبارة عن إيه ومراحل تنفيذه هتتم إزاي، وإزاي نقدر نوفر له كل مقومات النجاح سواء من فلوس أو وقت أو مواد. كان إزاي يا فندم؟ يعني إزاي؟ طبعا هو في الأول إن كان لازم الناس اللي شغالة على أرض الواقع تبقى فاهمة هم بينفذوا إيه، هم بيعملوا إيه، بيعملوا إيه. صحيح. هي دي كانت أهم نقطة. أنت لو فهمت أنت هتعمل إيه، هتحقق وتوصل إن الديزاين اللي معمول على الورق بالفعل يتحقق زي ما حضرتك النهاردة شايفة على الطبيعة. صحيح. وطبعا بيتعمل فيه طبعا وكنا بنحقق مشروع جديد ما فيش زيه في مصر، أو تقنيات جديدة كنا بنستخدمها يعني ما كانتش موجودة. طبعا ده اكيد، لان احنا هنا المشروع مش مشروع عادي، هو يعتبر مشروع متميز في مدينه ذكيه ومستدامه. صحيح. احنا بنهتم جدا، لان ده كان يمكن شعار العاصمه الاداريه من اول يوم، ان هي ازاي تقدر تحقق الاستدامه للناس اللي هيسكنوا فيها. صحيح. وتحافظ عليها كمان. ده اكيد. ده صحيح. اكيد.